السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة مع اول حلقة من منهج كونكت الترم الاول برايمري فري او الصف الثالث الابتدائي. كل سنة وانتم طيبين. وقبل ما نبتدي في درس النهاردة، احب اعرفكم ان احنا عندنا قناة جديدة بتقدم محتوى كوميدي ترفيهي اسمها بودي وبيدو فلاش فلاش. اللي حابب يشترك ويتفرج عليها، الرابط بتاعها موجود في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. كونكت ترم 1 برايمري 3. طبعا بارت 1 او الجزء الاول بيتكون من المحور الاول او ثيم 1، هو ام اي او من اكون، انا مين. وطبعا ده بيتكون من 3 يونتس. يونت 1 I feel happy. I feel happy يعني أنا أشعر بالسعادة. يونت 2 What's the matter. What's the matter يعني ما الموضوع، ما الأمر. ويونت 3 On the weekend. On the weekend يعني في الأجازة. On the weekend. طبعا النهاردة هنبتدي بيونت 1 I feel happy. I feel happy أو أنا أشعر بالسعادة، أنا سعيد. وده طبعا cover unit 1 I feel happy أنا أشعر بالسعادة. ولسه معانا أصحابنا اللي كانوا موجودين معانا في السنين اللي فاتت. ولسن 1 يا أصحابي الـ vocabulary أو الحصيلة اللغوية والكلمات الجديدة الخاصة بيها. أول حاجة feel. feel يعني يشعر. feel يعني يشعر. thirsty. thirsty يعني عطشان. thirsty يعني عطشان. hungry. hungry يعني جائع. hungry. excited. excited يعني متحمس، يعني فرحان. excited. excited يعني متحمس. sad. sad يعني حزين. sad. sad يعني حزين. angry. angry يعني غاضب. angry. angry يعني غاضب. hot. hot يعني ساخن. hot. hot يعني ساخن. happy. happy يعني سعيد. happy. happy يعني سعيد. فده طبعا انواع الفيلينجز او المشاعر اللي احنا ممكن نشعر بيها. وعلشان كده لازم نحفظ الكلمات دي ونبقى عارفينها كويس زي اسمنا. تاني حاجة other vocabulary أو مفردات لغوية أخرى، كلمات تانية. لما باجي أسأل حد أقول له كيف، إزاي يعني، بقول له how. how يعني كيف. how. how يعني كيف. لما باجي أقول لحد فكرة معينة أو أقول له يلا بينا نعمل حاجة معينة، بقول له let's. let's يعني هيا بنا، يعني دعنا. let's. let's يعني هيا بنا. kitchen. kitchen يعني مطبخ. kitchen. kitchen يعني مطبخ. come. come يعني يأتي، يعني يحضر، يعني يجي. come. come يعني يأتي أو يحضر. have something. have يعني يملك أو يكون لديه، يعني something. something يعني شيء ما. فلما أقول have something يعني بيتناول حاجة معينة، يتناول شيء ما، بياخد حاجة معينة أو بيتناول شيء ما. have something. have something. لما أقول حد النهاردة اليوم، بقول له today. today يعني اليوم، يعني النهاردة. me يعني أنا. to T-O-O يعني أيضا. يبقى me too يعني وأنا أيضا. me too وأنا أيضا. eat. eat يعني يأكل. eat. eat يعني يأكل. وآخر حاجة soon. soon يعني قريب، في القريب العاجل، يعني في القريب العاجل، يعني في وقت قريب قوي. soon. soon يعني في القريب العاجل، في وقت قريب جدا. طبعا يا أصحابي وإحنا بناخد unit 1 I feel happy أو أنا أشعر بالسعادة، لازم نعرف الناس بتعبر إزاي عن المشاعر بتاعتها لو هي كانت سعيدة أو غير سعيدة. فهنا بيقول لنا look
انظر listen استمع and repeat repeat وكرر look listen and repeat. فهنا في ديالوج او محادثة بتدور بين هاني وبين هانا وبين يوسف وبين أميرة أصدقائنا الأربعة اللي كانوا موجودين معانا في السنين اللي فاتت. فهاني بيقول I feel happy أنا أشعر بالسعادة today النهاردة. How do you feel Hannah? How do you feel يعني كيف تشعرين Hannah يا هانا. يبقى مرة تانية I feel happy today. How do you feel Hannah? فهنا بترد عليه وبتقول له I feel excited. I feel excited يعني أنا أشعر بالحماس. Daddy اللي هو أبوها يعني is coming home soon يعني هيأتي للبيت قريب، هيجي قريب قوي البيت، هيرجع البيت. How do you feel Yusuf? How do you feel Yusuf? كيف تشعر يا يوسف؟ يبقى مرة تانية I feel excited. Daddy is coming home soon. How do you feel, Yusuf? فيوسف بيرد عليها وبيقول لها It's hot. It's hot يعني الجو حر. أنا حاسس إن أنا حران النهاردة. I feel thirsty. I feel thirsty يعني أنا أشعر بالعطش. أنا حاسس إن أنا عطشان. يبقى مرة تانية It's hot. I feel thirsty. I feel thirsty يعني أنا أشعر بالعطش. فأميرة بتقول me too وأنا أيضا أنا كمان I feel and I feel hungry and يعني و I feel hungry وكمان أنا حاسة إن أنا جعانة I feel hungry يعني أنا جوعانة. فمرة تانية بتقول me too وأنا أيضا and I feel hungry وأنا أشعر بالجوع أيضا. فهنا بتقول Let's go to the kitchen. Let's go to the kitchen يعني خلونا نروح المطبخ to have something to eat. To have something to eat يعني علشان نتناول حاجة ناكلها. يبقى مرة تانية Let's go to the kitchen to have something to eat يعني خلينا نروح المطبخ لنتناول شيء ما. وهنا بيقول لنا language functions أو الوظائف اللغوية بنتعرف إزاي فيها نحط I feel أو أنا أشعر جنب صفة أو adjective من الصفات أو من adjectives المختلفة. فلما حد بيسألني وبيقول لي How do you feel? How do you feel? يعني كيف أنت تشعر؟ أنت حاسس بإيه؟ فأنا بقول له I feel أنا أشعر وبقول صفة من الصفات. أنا حاسس إن أنا سعيد أنا دي صفة سعيد صفة. حاسس ان انا حزين صفة انا حزين. حاسس ان انا جائع صفة انا جائع. حاسس ان انا عطشان صفة. فلما بحط I feel او انا اشعر plus adjective او صفة من الصفات هنا بنتعرف ازاي بنعمل كده. فلما حد بيقول لي how do you feel كيف انت تشعر بقول له I feel plus adjective او صفة. فمثلا حد بيقول لي how do you feel كيف تشعر فممكن أقول له I feel thirsty. I feel thirsty يعني أنا أشعر بالعطش. وتعالوا ناخد some exercises أو بعض التدريبات على الجزء ده. فمثلا لما أجي أقول لك listen اسمع read اقرأ and number وضع الرقم الصحيح. فهنا مدينا مجموعة من العبارات ومجموعة من الصور زي ما احنا شايفين قدامنا. مكتوب في أول عبارة أو في أول statement I feel angry. I feel angry يعني أنا أشعر angry يعني بالغضب أنا غضبان. I feel angry. Number two بتقول I feel happy. I feel happy أنا أشعر بالسعادة. Number three بتقول I feel tired. I feel tired يعني أنا أشعر بالتعب أنا متعبة. Number four I feel excited. I feel excited أنا أشعر بالحماس أنا متحمس. Number five I feel sad. I feel sad أنا أشعر بالحزن أنا حزين. Number six I feel thirsty. I feel thirsty يعني أنا أشعر بالعطش. و number seven I feel hungry.
I feel hungry يعني أنا أشعر بالجوع أنا جائع. ومدينا هنا 7 pictures أو 7 صور. أول صورة فيها حد شكله زعلان أو حزين، فالمفروض هنكتب جنبها which number أو أي أنهي رقم يا أصحابي، ده المفروض إن هو يشعر بالحزن، فهكتب جنبها أي رقم. طبعا لما نبص شوية هنا هنلاقي I feel sad. I feel sad هي number 5، فهنكتب هنا زي ما احنا شايفين قدامنا number 5. الصورة التانية فيها حد شكله في جو حر كده وتحس ان هو عطشان، المفروض هنكتب جنبها which number او انهي رقم يا اصحابي. طبعا لما ننظر هنا في ال statements المكتوبة هنلاقي number 6 I feel thirsty. I feel thirsty او انا اشعر بالعطش، فهنكتب هنا number 6 زي ما احنا شايفين قدامنا. هنا في البيكيتشر دي في حد بيزعق وشكله غاضب، فالمفروض هنكتب جنبها which number يا اصحابي. شاطرين طبعا لما نبص هنا هنلاقي ان number 1 I feel angry. I feel angry او انا اشعر بالغضب، فهنكتب هنا number 1. طب الصورة دي فيها حد شكله جعان كده ومطلع لسانه وبيشتهي طعام من الاطعمة، فالمفروض هنكتب جنبها which number يا اصحابي. شاطرين طبعا هنكتب جنبها number 7 I feel hungry. I feel hungry يعني انا اشعر بالجوع. والبيكيتشر دي موجود فيها حد شكله متحمس او excited، فالمفروض هنكتب جنبها which number يا اصحابي. شاطرين هنكتب جنبها number 4 زي ما احنا شايفين قدامنا، وهنقول I feel excited. I feel excited او انا اشعر بالحماس، انا متحمس. والبيكيتشر دي شكل الشخص اللي فيها tired او تعبان ومجهد، فالمفروض هنكتب جنبها which number يا اصحابي. شاطرين هنكتب جنبها number 3. number 3 او I feel tired. I feel tired انا اشعر بالتعب، انا متعب. واخر صورة فيها حد شكله سعيد او happy، فالمفروض هنكتب جنبها which number يا اصحابي. شاطرين هنكتب جنبها number 2 او رقم 2 I feel happy. I feel happy او انا اشعر بالسعادة. وبكده نكون انهينا شرح درس النهاردة. وفي النهاية ما تنسوش تتابعوا قناتنا الجديدة الكوميدية، وهكون سعيد لو اضفنا لو حتى ابتسامة صغيرة لحياتكم، واللينك موجود في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام لو اعجبك الفيديو اعمل لايك، اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.